سياسية هي الأكبر في واشنطن، أحدثها الكتاب الجديد للصحفي باب وودوارد الذي يتمتع بصدقية تعود به إلى فترة فضيحة ووترغيت ودوره في الكشف عنها. كتاب خوف ترامب في البيت الأبيض يكشف ما يدور في البيت الأبيض والأوصاف والعبارات اللاذعة والمسيئة التي قالها المسؤولون عن ترامب وما قاله عنهم. البيت الأبيض سارع للنفي، فيما ترامب يدعو الكونغرس إلى تعديل القوانين المتعلقة بالتشهير. هذه هي ذات القصص التي أعيد سردها، ولمجرد أنهم استمروا في سردها هل هذا يجعلهم أكثر واقعية؟ أعتقد أنه اتهام سخيف، الأشخاص نفسهم يواصلون كتابة النوع نفسه من الكتب. اللافت أن نفي وزير الدفاع جيمس ماتس ومدير موظفي البيت الأبيض جان كيلي ما أورد عنهما الكتاب لم يتطرق إلى كل ما نسب إليهما، فيما الكثير من المسؤولين ممن ورد ذكرهم في الكتاب التزموا الصمت ولم يصدروا أي بيان فيه. العنوان العريض للاتهامات هو وصف ترامب لمساعديه بألقاب سيئة وكيف وصفوه بالمثل. الكثير ممن يدعم ترامب يؤيده في طريقة وصفه الأشياء كما يراه هو وحسب ما يدور في ذهنه، لذا لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على قاعدته الانتخابية. حالة الصمت داخل الحزب الجمهوري حيث ينتمي ترامب لا شك أنها تزيد الحرج داخل البيت الأبيض، فيما مسألة استمرار بعض كبار المسؤولين الذين تطاولهم هذه الفضائح في أجواء عمل غير مستقرة يشوبها التشكيك قد تمهد لمغادرة المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.